من المقرر أن يدخل مسبار الأمل الإماراتي مدار المريخ اليوم في أول بعثة عربية إلى الكوكب الأحمر. سيدور المسبار حول الكوكب ويرسل بيانات حول الغلاف الجوي بهدف تقديم صورة كاملة للغلاف الجوي للمريخ لأول مرة ودراسة التغيرات اليومية والموسمية. كما أعلنت الإمارات عن خططها للمهمة لأول مرة في عام 2014، وأطلقت برنامج الفضاء الوطني عام 2017 لتطوير الخبرات المحلية. وأصبح حذاء المنصوري أول إماراتي يصل إلى الفضاء في سبتمبر الماضي عندما سافر إلى محطة الفضاء الدولية. اليوم هذا إنجاز أكيد، يعني العيون كلها شاخصة ومترقبة لكيف سيكون الوضع على هذه المحطة والاتصالات. أنا بسمع الاتصالات. هو يعني طبعا احنا خلينا متفائلين بما انه قالوا نسبة 50%، ولكن خلينا متفائلين ان هم قدروا يوصلوا الى هذا الحد. اكو اكثر مني تفاؤل؟ اكيد. طيب، الفنان كاظم الساهر اطلق اغنية مهداة الى الانجاز العربي التاريخي باطلاق مسبار الامل، الاغنية من ادائه والحانه ومن كلمات كاظم الساعدي. نسمع. مني لكم احلى الكلام، بالعلم تزدان الشعور.